وينضم إلينا عبر الهاتف مسؤول العلاقات بالمكتب التنفيذي للجالية اليمنية بديع الأنصاري. أهلا بك بديع. بداية، ضعنا في صورة ما حدث تحديدا وكيف عثر على المواطن بن عفيف. أهلا بكم أختي. في بداية وجدنا الأخ عطاس بن عفيف، أبلغنا أحد أبناء الجالية المصرية في وجوده في أحد حدائق في إسطنبول، حديقة إسنيورت بالتحديد، وكان في حالة يرثى لها. بعد يوم تقريبا ذهبنا إلى الحديقة ووجدنا الأخ عطاس بن عفيف في حالة يرثى لها، ملابسه متسخة، هزيل، ضعيف من الجوع وكل شيء، يلتحف الوسادة في الحديقة. وبعد كذا أخذناه إلى سكن أحد الشباب اليمنيين. تم تغسيل الأخ عطاس وإعطاؤه ملابس جديدة ووديناه إلى الحلاق وكذا، وتمت الأمور على خير والحمد لله، رجع بحياة جديدة. الجالية اليمنية بدورها تواصلت بالأخ سالم بداود، وهو أحد أعضاء الهيئة الإدارية، تواصل كونه من أبناء حضرموت من المكلا. فكان عطاس العم عطاس يقول أنا من المكلا، أنا من المكوى، فقط هذه الكلمة، وهو يتكلم قليلا لأنه كان يستخدم علاجي كما ذكر لنا أخوه. فتم التواصل بالإخوة في المكلا، والإخوة في المكلا أبلغوا أن نعرفه، فقد كان أقيمت عزاء على أنه مات، فقد تم العزاء على أنه مات منذ 5 أشهر. القصة بكاملها أنه أحد أبنائه تركه في الحديقة وذهب في شوارع تركيا إلى مكان آخر، والعم عطاس بقى وحيدا، بقى في المكان نفسه، لم يتحرك إلى أي جهة أخرى. بعد كذا اتصلت الجالية اليمنية بالإخوة في المكلا، والإخوة المكلا اتصلوا بنا أنه يوجد أحد أقاربه في أنقرة، في العاصمة أنقرة. وساعد وصول الخبر إلى الأخ سعيد، أخوه اسمه سعيد، تفاجأ جدا جدا، قال أخي ميت، فكيف يعني، فكيف بهذه الطريقة تم إحياؤه وكذا. فالحمد لله كانت الفرحة عارمة. حضرنا نحن في مقر الجالية اليمنية، الجالية اليمنية في دورها رتبت موضوع اللقاء، فكان اللقاء عبارة عن شيء حزين، عودة الغريب إلى أهله شيء لا يصدق. بخصوص الجانب القانوني، نحن سألنا عن وثائقه، فوثائقه لا يوجد لدي شيء، كونه كان مشردا في الشارع، لكن هو تبين لنا من كلام حسب رواية أخوه أنه يوجد لديه كيميديك أو ما يسمى بالحماية المؤقتة، كونه كان لاجئا هنا. وكان في دورنا اتصلنا فيه الحقيقة شؤون المغتربين في السفارة اليمنية في أنقرة، وكانوا متجاوبين على إعطائه إذن سفر إلى اليمن. هذا كل شيء، والجالية بذلت جهود كبيرة، وأبناء الجالية أيضا، نسأل الله أن يرى كل قريب أهله إن شاء الله. بديع، بصفة عامة كيف تتابع الجالية اليمنية أوضاع اليمنيين في تركيا؟ نحن في الجالية اليمنية يوجد لدينا مقر في إسطنبول، نستقبل اتصالات في حال وجود أي إشكالية، سواء خاصة الإجراءات القانونية أو الاستشارات، سواء في موضوع الإقامة أو حصل إشكالية اجتماعية. فنحن دائما كجالية يمنية نقف إلى جانب أبناء الجالية، وأبناء الجالية أيضا هم لهم دور في الوقوف مع الجالية نفسها في التكاتف والتعاون، كمثل هذه القضية بالأمس سمعنا في صنعاء أن هناك أحد قتلوه أو كذا، واليوم عادت الحياة إلى شخص آخر بعد فقدان أهله، بعد أن تم عزاؤه، فالعملية عملية تكاتف وتعاون. نعم، إذن كان معنا عبر الهاتف مسؤول العلاقات بالمكتب التنفيذي للجالية اليمنية بديع الأنصاري، شكرا جزيلا لك.